ورحمه الله وبركاته، معكم عبد النور، رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا سويت تصويت، وش تبون المقطع الجاي؟ تبون هدد خارجي مع الكويكر ولا محميه صغيره؟ نسوي محميه صغيره، فجاء تصويت كبير على المحميه الصغيره. انا قدام ان هذا المقطع متحمسين له، فبنسوي المقاطع اللي انتم تكونون متحمسين لها. مقطع اليوم مثل ما شفتوا في المقدمه، محميه صغيره بتكون مو عندي، بتكون عند فيصل. سويناها عند فيصل، واحتمال كبير اني اسوي مثلها عند، يعني اكيد عندي اشياء ارتبها، بس باذن الله نسوي نفس هذه المحمية اللي بصورها اليوم. وش سوينا في مقطع اليوم؟ شفنا كيف نسوي المحمية، تكاليف المحمية، شكل المحمية من جوا كم كلف، الطيور اللي تنحط مع بعض في نفس القفص وما يتضربون، كل هذه الأشياء بتشوفونها بإذن الله في هذا المقطع. بس قبل ما نبدأ المقطع، للأسف الدعم في المقطعين اللي فات جدا يعني نازل، بس بإذن الله وش نقول نعوضها في هذا الفيديو. لا تنسون اللايك والاشتراك، واللايك ترى يحفز صانع المحتوى، يعني يحمس يصور مقطعين ثلاثة أربعة ورا بعض. اشتراك في القناة عشان توصل الهدف 1,000,000 مشترك ونجيب الدرع المليون. وبس يا شباب، ما نطول عليكم مقدمة، خشوا على الفيديو. أنا أقول لكم فكرة مقطع اليوم. فكرة مقطع اليوم هذه بتكون محمية للببغاوات، يعني الببغاوات الصغيرة. هذه ما شاء الله، شوف كيف مساحتها كلها بتكون فيها طيور. عاد الحين بتجيكم تجهيزات كذا حلوة، بتشوفون كيف تتجهز. طبعا هذه وين؟ عند مين؟ وفكرة مين؟ عند فيصل حبيبي. نبغى نشوف كل التفاصيل اللي بتسويها هنا. أول شيء احنا نحتاجه تمام؟ إنه نقفل كل الفتحات، لأنه ناويين نحط طيور صغيرة. طيور صغيرة. فالقفص مليان فتحات. مرة. أيوه. حتى الشمس شوفها داخلها. فكلها لازم تتقفل. جاي مسامير ما في فتحة لازم نقفلها. خلاص. يعني عندكم الزيبرا هذه بالراحة يطلع منها. الزيبرا البادية احتمال كبير إنه يطلع منها. عاد الحين خلنا نبدأ ونشوف إيش يسوي. طبعا خلاص هذا الجنب كله، اي باقي الجهه اللي فوق. من برا مو واضحه هذه الفتحات، هنا شوفين تقفلت، بس عندكم الزوايا هنا يبغى لها حل، لان الطيور الصغيره بتحصل لها مخرج باي طريقه. في حركه سواها فيصل، تشوفون هذا ترى نفس هذا، بس ايش؟ تشوفون مرتفع فوق. وش حط هنا؟ حط زوايا في الزوايا خشب عشان يرتفع الارض، يكون مره مرتفع فوق كذا. خشبه رافع على الارض. الحين نوريهم النتيجة. النتيجة قفلنا كل الفتحات. ايه تمام. الفتحة الوحيدة اللي باقية لنا هذه اللي فوق. هذه. ايوه. هذه حنجيب لها شبك ونقفل بها ان شاء الله. وعندنا فتحة في الاسفل برضه هنا. هذا احتمال كذا نحط لها شوية بلوك على اسمنت عشان ايه؟ يمسك معانا. ايه. اللي بيصير الان نحن محتاجين كاميرات انا وانت. ايه. فحنوقف حنروح البلد نجيب الكاميرات. تمام. والاضاءات بعد. والاضاءات وباذن الله في نفس الحلقه هذه حنكمل، بس مو اليوم. ايه بكره. ما راح يحسون فيها. شوفوا انتم شفتوها كذا بسرعه ولا هي من لنا ثلاث ساعات؟ من الساعه 3:30 الان كم؟ 7:30. والله مده. بس ما حسنا والله. بس هذا في تكفيل الاجناب. ايه هو اصلا اصعب شيء، خلاص الباقي كله تركيب. خلاص. هو اصلا هو الشيء اللي مخلينا متاخر، انه مركزين يعني مره ما نبغى الطيور تطلع فتحه وتفقع. تحت ما في فتحات، هي كلها فوق. هذه زي ما قال نحط بلوك واسمنت وخلاص تكفيه الكامل. وخلينا نمشي الحين. يلا. طبعا هذا اليوم الثاني، جينا بدري العصر، نبغى نسوي كم شيء بعد، نضبط، نزيد على تضبيط امس، وان شاء الله الشكل النهائي تكون مره كويس. طبعا اول شيء بنبداه اليوم بنقفل هذه. وفي شيء بعدها اليوم ولا وش باقي بعد؟ الفتحات اللي تحت اللي تحت دي كذا يعني خشب شيء عشان تبدا الصوره توضح حق المجاثم، هي ذي اللي بتحطها هنا ولا ايش هي؟ المجاثم اللي يوقفون على الطيور. ايوه اليوم ان شاء الله راح باذن الله. الخطه كانت مسامير هنا وبعدها تغيرت. صارت كذا اسرع وتسكرت. كيف الحديده صارت مسكره؟ الحديده تضم على الشبك ما يكون لهم اي مكان. ممكن نحط حاجه كمان فوق له، فوق الشبك. ايه. يا اما فوم يا اما غير. اصلا شوف هذه الباقي الفتحات هذه صغير. بسيطه جدا. نوريكم الشكل اللي قبل النهائي للتسكير اللي فوق. خلاص كذا ما في اي طير بيقدر يهرب. هنا اول خطوه في تسكير الفتحه الاماميه هذه عشان تكون مقفله تمام. في مقطع صورته مع طيور السمان وتكلمت عن طيور السمان بالتفاصيل، اللي يبغى يشوفه بحط لكم رابط المتجر، يلا رابط المتجر لعيونكم حطيته تحت،
وبحط لكم رابط المقطع حق طيور السمان تحت صندوق الوصف، وهذه صورة المقطع. طبعا السمان غلط اني احطهم في قفص زي كذا، فعدموني المكان. الحين بشيلهم، ما يخافون تشوفون ياكلون يدي. اللي يعجبني فيهم كل واحد يستنى دوره، شوفوا ما يهربون، شوفوا كل واحد يستنى دوره. تعال يلا فك مكانهم الجديد. رجعني عاد. هنا وصلنا للمكان اللي كنا نشتغل عليه. ايوه هذا عشان ما يفقعون. ما شاء الله. ما شاء الله ساعة النخل معطي كذا منظر، والله ما شاء الله شيء تغير. ايه افضل ما توقعت ساعة النخل كذا، والاغصان هذه معطيتهم منظر قماري وزيبرا. صح؟ زيبرا. طير طير اللي عندك. بحط لكم صورة قبل او فيديو قبل، الحين بوديكم اوريكم بعد. شوف كيف الطيور هذه اللي انتم شفتوها مع بعض في القفص، هذه كلها عادي تعيش مع بعض باذن الله، يعني ما راح يكون في ضرر. طبعا الباجي من الطيور ترى المؤذيه، ما راح تاذي الطيور، بس يمكن تخش على الاعشاب وتكسر البيض او تخوف الزوج اللي محضر. فالباجي اذا تبغى تخليه مع طيور ثانيه لازم يكون مطير يعني كبير جدا، عشان الطيور يعني تعرف وين تحط البيض اللي يكون بعيد عن الباجي. فاماكن صغيره زي كذا ما انصح انك تحط معهم باجي. حط العصافير الصغيره مثل الزيبرا والطيور، انواع الطيور الموجوده في المقطع. الحين لو واحد منكم يبي يسوي نفس هذا الشيء، مره ما يبغى له تكلفه، اللي هو بس بتكلفك نفس الشبكه. عاد كل شيء لو تلاحظون يعني ماخوذ من الطبيعه، تقريبا العشاش، اما كل شيء ماخوذ من الطبيعه، اغصان، ساعه نخل، يمديك تسوي نفس ذا الشب بالراحه. طيور ما تعتبر من التكلفه، يعني انت اللي في الاخير بتاخذ طيور، بتجيب زوجين ثلاثه، هذا شيء يعني انت حر فيه، لكن نفس الشب لازم تدفع عليه، تقريبا سعرها 800 او 950 حاجه زي كذا. 3 في 4 الطول في 4 والعرض 3، الارتفاع عد احنا مزودينه زي ما انتم شفتوا في المقطع. وبس الى هنا يكون انتهى الفيديو، ان شاء الله نال اعجابكم وعجبتكم الفكره، وان شاء الله نشوف واحد فيكم يسوي نفس هذه المحميه وافضل. انا عن نفسي باقي ما جهزت مكان اني احط فيه طيور يعني، او اني اسوي محميه من يعني من نواحي كثير، ما في مكان. الدور الثاني باقي قاعد يعني ما في سطح اني احط طيور في بنا، يعني قروشه شويه، فما اقدر اسوي المحميه حاليا. وحاليا افكر في الحوش بس ما ادري كيف بيطلع شكله، ما ابغى اسوي شيء يعني يكون شكله غريب في الحوش، ابى اسوي شيء جميل يكون في الحوش. بس هو افضل شيء تقريبا في السطح. بس الشباب هنا نقول لكم لا تنسوا اللايك والاشتراك، وترقبوا المقطع الجاي. المقطع الجاي باذن الله بيعجبكم، لفه في حراج بس في اي مدينه باذن الله. لا تنسوا اللايك والاشتراك، ونشوفكم باذن الله في المقطع الجاي، والسلام عليكم.